Hırsız var. Yucad harami. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu eyyuhal ikhve ve ahibbe. Ehlen ve sehlen bikum ma'a ders at-tasi' min durus el-muhadefe. Dersul yevm huwa an harami ye'ti ve yesriku hakibete seyyidetin. Thumme yutabi'uhun nas, yerkudun nasu vera'ahu ve ye'kuduna minhul hakibe. Evvelen nuşahid hazel meşhed, thumme nedrusuhu ma'an. Aslan parçası. Ne oldu? Akıllı ol, akıllı. Hemen git buradan, hemen. Kaybol. Efendim, sanırım bu sizin. Çok teşekkür ederim oğlum, Allah razı olsun. Rica ederim efendim, her zaman hizmetinizdeyim. İsminiz neydi evladım? Meftun efendim. Memnun oldum. Bir mukam. Meftun bey evladım, bize buyurup bir kahvemizi içmez miydin? Aman efendim, her yardımına koştuğumun kahvesini içseydim kapkanım olurdu. Başka zaman uğrarım inşallah. Hadi size iyi günler, güneşler. Tam bir şövalye. Şövalye mi? Bana biraz garip bir adam gibi geldi. بعد أن شاهدنا هذا المشهد نبدأ بدراسته معا. أولا هذه عبارة أو آ للتعجب تقال باللغة التركية. نحن في العربية ماذا نقول عندما نتعجب؟ يا إلهي، يا لطيف، ما هذا، أو هكذا. تكمل شنطم çantam, hakibeti, ماذا بها حقيبتها, حقيبتها, çantamı çaldılar. أول ما سرق الحرامي الحقيبة من خوفها, من رعبها, من غضبها, ماذا قالت؟ çantam, قالت حقيبتي, çantam. Çantamı çaldılar. سرقوا حقيبتي, لقد سرقوا حقيبتي, çantamı çaldılar. ثم أكملت الصراخ فقالت hırsız, حرامي, koşun, koşun, اركضوا, اركضوا. وأكملت الصراخ شنطم ثم تكمل. الآن السيدة الأخرى التي كانت تتخاصم معها رأت حادثة السرقة ففرحت بها لأنها تخاصمها. قالت لها أوه جنم ديسن, جنم ديسن. ماذا نقول بالعربية؟ بالعامية نقول برد قلبي, برد قلبي, يعني تتشفى بها. أنا أتشفى بك. جنم, جنم ديسن, عفوا, جنم ديسن أصل المعنى لتلامس قلبي, يعني لقد فرحت بمصابك, هكذا نقول بالعربية. أنا أشمت بك, يا للشماتة, إذا أردنا أن نقولها بالفصحى. بالعامية نحن في سوريا نقول الآن برد قلبي. طيب, دودوك سيسي صوت صفارة, شخص يصفر, دودوك صفارة. الآن الشرطة يركضون خلف الحرامي, يقولون له الشرطة هم من أقرباء هذه السيدة, فيقول لهم لن, يعني يا هذا أن من شنطة صنو جتير, أحضر حقيبة أمي, جتير اجلب, أحضر أن من شنطة صنو حقيبة أمي, أن من شنطة حقيبة أمي, شنطة صنو جتير, اجلب حقيبتها, اجلب حقيبة أمي. الآن الصراخ موجود, هرسز فار, يوجد حرامي. ثم يقول هذا الشرطي قانون نامنا جتير, اجلبها باسم القانون. الحرامي يقول أو السيدة تقول, لست عفوا, الشرطي يقول أو السيدة تقول, لا أتذكر المشهد. المهم قانون نامنا جتير, نامنا باسمي, بنيم نامنا كونوش, تحدث باسمي, سنين نامنا بويلا يبتم, فعلت هذا باسمك, يعني نيابة عنك. جتير اجلب, إذن قانون نامنا جتير, اجلب هذا باسم القانون, اجلبها باسم القانون, يعني نحن نطالبك باسم القانون أن تجلب الحقيبة. جتير يقول له أحضرها. الآن الله, الله أيضا حسب السياق تعجب أو شيء آخر. بوريا كدر أصلان بارتشاسي. إذن هذا الآن شخص أمسك بالحرامي يقول له بوريا كدر, يعني بالعامية نقول لهون وبس,
Yani ilahuna fakat. Buraya kadar aslan parçası ya kıt'atel esed. Yani ya men tedda'il kuvve o hakeza. Buraya kadar aslan parçası yani laqad intaha emruk bilnekul nahnu. الآن الحرامي ينظر إلى الشخص الذي أمسكه كأن الشخص الذي أمسك الحرامي هو شريك للحرامي لذلك يقول ne oluyor be ماذا يحدث يعني أنت صديقي لماذا تمسكني يجب أن تحميني أن تدافع عني نحن شركاء في السرقة ne oluyor be ماذا يحدث يا هذا أو هكذا الآن الصديق الحرامي الذي أمسكه يمثل أمام الناس أنه أمسكه يقول له bana bak akıllı ol akıllı قال له انظر إلي قال له بصوت منخفض انظر إلي كن ذكيا ذكيا يعني انتبه نعم أكله أول أكله أكله أول يعني كن عاقلا كن ذكيا انتبه أو هكذا ثم يقول له همن جت بردا همن اذهب من هنا فورا 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 اذهب من هنا فورا همن فورا جت بردا اذهب من هنا همن فورا ثم يقول له كايبول كايبول يعني اختفي يعني لا تجعل أحد يراك في هذا المكان ثم يأتي ويمسك الحقيبة ويقدمها لصاحبتها ويقول لها أفندم سنرم بوسيزين سيدتي أظن أن هذه لك أفندم سيدي أو سيدتي سنرم أظن بو هذه يعني هذه الحقيبة سيزين لك أفندم سنرم بوسيزين ماذا تقول السيدة تقول çok teşekkür ederim oğlum شكرا جزيلا يا ولدي çok teşekkür ederim أتشكرك جدا oğlum ولدي اتشكرك جدا يا ولدي ثم تقول له الله راضي olsun ماذا نقول بالعربي الله راضي olsun اصل معناها رضي الله عنك بالعاميه نقول الله يرضى عليك الله راضي olsun الله يرضى عليك او جزاك الله خيرا بالفصحى الشاب ماذا يجيب يقول نعم يقول رجاء ادريم افندم عفوا يا سيدتي نعم ثم يقول هير زمان خدمتنيز دايم أنا دائما في خدمتك في خدمتكم هير زمان دائما هزمت خدمة هزمتينز خدمتكم هزمتينز دا في خدمة في خدمتكم هزمتينز دايم أنا في خدمتكم هير زمان دائما هير زمان هزمتينز دايم أنا دائما في خدمتكم نركز على حفظ الجمل خصوصا هذه الجمل مفيدة جدا الآن تقول السيدة للولد أو يقول زوج السيدة للولد لهذا للذي ألقى القبض على الحرامي وأخذ منه الحقيبة اسمين نيدي إفلادم إفلادم إفلاد كلمة عربية معناها أولاد لكن بالتركية إفلاد تعني ولد واحد إفلادم يعني يا ولدي اسمين نيدي ماذا كان اسمك يا ولدي ما قال له اسمين نادر ما هو اسمك يعني هنا شو كان اسمك يا ابني اسمين نيدي إفلادم ما هو اسمك يا ولدي نعم يكمل يقول مفتون أفندم يعني سيدي مفتون يعني اسمي مفتون الرجل يقول ممنون أولدم أو السيدة تقول ممنون أولدم تشرفنا فهذا الشاب يقول بالمقابلة بالمقابلة كلمة عربية معناها بالمقابلة وأنا أيضا بالتركي يعني بالمقابلة كلمة عربية تستخدم في اللغة التركية ومعناها باللغة التركية وأنا أيضا ممنون أظن بالمقابلة يعني وأنا أيضا ممتن لمعرفتك بالمقابلة كلمة لطيفة جميلة تستخدم عند المشاعر النبيلة مثلا بالمقابلة وهكذا طيب الآن نكمل مفتون بي إفلادم الآن يقول له يا ولدي يا مفتون مفتون بي إفلادم سيد مفتون يا ولدي بزا بيوروب بير كهوة مزي إتشماز ميدن ألا تأتي إلينا وتشرب عندنا فنجان قهوة بزا بيوروب تتفضل إلينا بيورمك تفضل ألا تتفضل إلينا بزا إلينا بيوروب تتفضل بير قهوة ميزي قهوتنا إتشماز ميدن أما كنت تشرب يعني ألا تشرب هنا يعني لا يقول له تعال واشرب يقول له ألا تأتي إلينا وتشرب فنجان قهوة عندنا بير قهوة ميزي إتشماز ميدن الآن مفتون ماذا يقول هذا الشاب الذي ظهر بشكل نبيل يقول أمانة فندم يعني يا سيدي ماذا يريد أن يقول الآن أمان تقال للتعجب أو لي يعني لا يا سيدي أو هكذا يقول إيه يعني
كيف نقولها بالعربية؟ نفسها بالعربية. Her yardımına koştuğumun kahvesini içseydim kapkara olurdum. لو أنني شربت قهوة من كل من أساعده لأصبح وجهي أسود متفحم. يعني من كثرة شرب القهوة. Her yardımına koştuğumun. Her kul. Yardımına koştuğumun. Yardımına koştuğum. الذي أساعده. Ya, أو الذي أركض لمساعدته. Yardımına إلى مساعدته. Koştuğum. الذي أركض. الذي أركض لمساعدته. Her yardımına koştuğumun. Kahvesini. قهوته. İçseydim. لو شربت. Yani هكذا يصبح المعنى. لو شربت قهوة كل من أركض لمساعدته. كبكرة أولوردم. كبكرة أسود متفحم. كرة أسود. كبكرة أسود متفحم. أسود جدا. أولوردم لأصبحت. يعني كبكرة أولوردم لأصبحت أسودا متفحما. ثم يقول يكمل يقول باشكا زمان أورارم إن شاء الله. أمر عليكم في وقت آخر إن شاء الله. باشكا زمان في وقت لاحق في وقت آخر. أورارم أمر إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله أمر في وقت لاحق. ثم يقول هدي سيزا إي جونلر. Bol güneşler. Heyye. Etemenne lekum yevmen sa'iden ve şemsen dafiyeten ev hakeze şemsen mübareketen ev hakeze. Hadi. Heyye. Size iyi günler. Eyyem cemile lekum. Size iyi günler. İyi günler yani yevmen sa'iden ve hakeze. Bol güneşler keme zekarna la tuqal kefiren illa fil eşkhas lezine tucad beynahum mevedde ve muzah ve hakeze. Bol güneşler. Şumus. Yani fil hale tabiye nekul iyi günler. İyi günler bol güneşler. İza ahbebna enno. مطيلة في الكلام. بول جونيشلر يعني أشعة شمس مباركة وهكذا شمس دافئة عليكم وهكذا. الآن السيدة ماذا تقول عنه؟ تقول تام بير شواليا شواليا. إنه فارس حقيقي. شواليا شواليا فارس. سواري أيضا فارس. شواليا كأنها تطلق أكثر على فرسان أوروبا أو هكذا لست متأكد. المهم شواليا معناها فارس. تام بير شواليا. إنه فارس حقا. زوجها يقول لها شواليا ما فارس. ثم يقول لها بنا براز غريب بير أدم جيبي جالدي. المرأة اغترت به. هو شريك الحرامي لكنه أراد أن يظهر بمظهر البطل كأنه فجعل شخص يسرق وهو ألقى القبض عليه. كأن هكذا أنا فهمت من المشهد. قد يكون توقعي غير دقيق. الآن الرجل يفكر كما أفكر أنا. يقول بنا براز غريب بير أدم جالدي. أنا رأيته شخص غريب بعض الشيء. بنا جالدي الآن بالتركية. بنا جالدي جاء إلي. هذا المعنى الأساسي لها. لكن المعنى المجازي لها يعني هكذا خطر على بالي. بنا أويلا جالدي يعني هكذا أفكر. بنا براز غريب بير أدم. براز غريب بير أدم جيبي. جيبي كأنه غريب بير أدم رجل غريب براز قليلا جالدي. يعني شعرت كأنه رجلا غريبا بعض الشيء. نعم هذا هو الحوار. انتهى. الآن لو استطعنا أن نقرأ كل جملة من جمل هذه من جمل هذا الحوار 3 مرات يكون جيد. لو قرأنا كل جملة 33 مرة أو 30 مرة هكذا يكون أفضل حتى نتعود على هكذا صياغة الجملة الكبيرة المستخدمة في الحياة اليومية. قبل أن نقول لكم وداعا إلى اللقاء نشاهد هذا المشهد مرة أخرى. Aslan parçası. Allah Allah. Akıllı ol, akıllı. Hemen git burada, hemen. Kaybol. Efendim sanırım bu sizin. Çok teşekkür ederim oğlum, Allah razı olsun. Rica ederim efendim, her zaman hizmetinizdeyim. İsminiz neydi evladım? Meftun efendim. Memnun oldum. Bir mukavva. Meftun Bey evladım, bize buyurup bir kahvemizi içmez miydin? Aman efendim, her yardımına koştuğumun kahvesini içseydim kapkan olurdum. Başka zaman uğrarım inşallah. Hadi size iyi günler, güneşler. Tam bir şövalye. Şövalye mi?
Bana biraz garip bir adam gibi geldi. الآن انتهى الدرس أتمنى لكم دوام التوفيق لا تنسوا كتابة ما درسناه وتكراره 30 مرة حتى يتركز في أذهانكم وتستطيعون الحديث بسرعة ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناءة على العناوين الموجودة في مربع الوصف ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمشتركين في هذه القناة المنتسبين إليها الداعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا فبجهودنا معا يستمر العمل ويزدهر دامت البسمة متراقصة على شفاهكم والفرحة مليئة للقلوب بكم ودمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.